بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة، كلية الطب، جامعة الزقازيق. لازلنا في سلسلة شرح منهج التشريح وعلم الأجنة بالكامل بفضل الله تعالى. الفيديوهات موجودة على القناة في اليوتيوب، مقسمة إلى مجاميع في البلاي ليست قوائم التشغيل حسب التخصص. بس إحنا بنذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله، وهذه صدقة جارية لا نريد منها جزاء ولا شكورا. فمن فضل حضراتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، عمل لايك لهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة أول بأول. في عندنا موضوع مهم جدا عاوزين نفهمه كده بالراحة، اسمه كورونري أنجيوجرافي أند كورونري أنجيوبلاستي. يعني أنجيوجرافي يعني تصوير الشرايين التاجية بتاعت القلب بصبغة اسمها الصبغة السينية. أما الأنجيوبلاست اللي هي عمل دعامة أو قسطرة للقلب. الأول نفهم إحنا إمتى بنعمل تصوير بالصبغة السينية وإمتى بنعمل الدعامة؟ لو واحد لا قدر الله عنده أزمة قلبية. الأول في عندي ثلاث مراحل للأزمة القلبية. أول مرحلة اسمها الذبحة الصدرية اللي هي الأنجينا بيكتورس. الذبحة الصدرية دي سببها إن كمية الدم اللي واصلة إلى القلب غير كافية لعضلة القلب. حس المريض بألم في منتصف الصدر خلف منطقة الإيه؟ منطقة القص. خلاص كده؟ هذا النوع من الذبحة الصدرية لا تمثل وفاة. ياخد علاج وان شاء الله الامور بتعدي. ليه؟ لان الكميه اللي هي غير كافيه دي لا تؤدي الى موت او تلف في نسيج القلب. لكن لو ما اتعالجتش هتقلب الى نوبه او ازمه قلبيه اللي هي هتؤدي الى الوفاه، اللي هي المرحله الثانيه الاخطر من الذبحه الصدريه. النوبه القلبيه اللي هي الازمه القلبيه اللي اسمها مايوكاردال انفاركشن. هنا حصل ضيق في الشريان التاجي. هذا الضيق في الشريان التاجي يا اما سببه ترسيب دهون داخل جدار الشريان التاجي فالقطر بتاعه ضيق، او لا قدر الله حصلت جلطه في الشرايين وصلت قفلت هذا الشريان. ليه؟ هذا الشريان التاجي لما تقفل الدم اللي رايح هنا هيكون قليل جدا، غير الذبحه، الذبحه الكميه غير كافيه. لكن هنا كده لما تقفل الدم اللي رايح هيتقطع، هتسبب موت في النسيج القلبي، موت في النسيج القلبي. الذبحه الصدريه لا يحدث موت في النسيج القلبي. طبعا الذبحه الصدريه لما كارد انفارشن دي حاله طارئه، لو ما اتعالجتش هيموت في الحال، هيموت على طول. أهم أعراضها، ركز كده معايا، بيبدأ المريض يحس إن هو متضايق، نفسه تقيل عليه، ألم في منطقة الصدر خلف منطقة القص. هذا الألم بيستمر بضع دقائق ثم بيختفي وبيرجع، يعني لو استمر 3 لخمس دقائق وبيختفي وبيرجع مرة تانية عشان تميز بينه وبين أي ألم تاني في القفص الصدري اللي هو بيستمر بالساعات. بحس هذا المريض بألم بيتنقل في الذراع الأيسر من الداخل، أحيانا بيجي في الظهر من ورا، أحيانا بيجي في الرقبة، أحيانا بيجي في المعدة، في منطقة المعدة أهو، بيجي في منطقة المعدة. حتة مهمة أوي أوي أوي، هل الألم ده يصحبه عرق بارد؟ ركز في الكلمة، عرق بارد، وبيبقى معاه غثيان عاوز ارجع، ودوخه دوار،
واخيرا انقطاع النفس، ده المرحله النهائيه. لما انقطع النفس ده المرحله النهائيه، دي كده الاعراض بتاعت الذبحه الصدريه عشان خاطر اميزها بينها وبين اي الم بقى، واحد عنده برد في القفص الصدري، واحد عنده التهاب في الغشاء البلوري، التهاب اي حاجه تانية خالص في العضلات ماشي ليها الم، لكن ده الالم بيجي فتره بيختفي. الم في الصدر ورا القفص الصدري، راح للذراع، في عرق بارد ماشي، احيانا في غثيان، في دوار، وفي الاخر خالص بقى انقطاع للنفس. اكثر حاجه هتزود الذبحه الازمه القلبيه او النوبه القلبيه جماعه المدخنين، جماعه اللي متعرضين لضغط نفسي، عندهم دهون عاليه، اخواننا اللي هم عندهم المرض السكري، ارتفاع في ضغط الدم، تعاطي المخدرات، كل الحاجات دي بتزود من الذبحه الصدريه. اخر مرحله المرحله الثالثه بس اسمها السكته القلبيه، ده خلاص بقى كاردياك ارست، القلب بتوقف هنا موت. يبقى عندي ثلاث حاجات، ذبحه صدريه تزيد تبقى ازمه قلبيه، تزيد تبقى سكته قلبيه، هنا كده القلب بيتوقف بيخش فيها على عمليه الموت. طب ازاي نشخص الحاجات دي يعني؟ عشان نشخصها بنعمل رسم قلب سريع، او بنعمل ايكو، او بنعمل حاجه بقى ثانيه عشان خاطر التشخيص يكون ادق، بنعمل حاجه اسمها كورونري انجيوغرافي، اللي هو تصوير لهذه الشرايين التاجيه. انت عندك كم شريان تاجي؟ عندك اثنين، رايت كورونر ارتري، شريان تاجي الايمن، وليفت كورونري ارتري، شريان تاجي الايسر، والاثنين طالعين من الاسندنج اورطا. الايسر بتقسم الى فرعين، سيركمفليكس كارديك وانتيريور انترفنتريكولار ارتري. عشان خاطر نشخص زي ما قلنا بنعمل رسم قلب اي سي جي، بنعمل ايكو، او بنعمل حاجه بدني بقى اسمها كورونري انجيوغرافي، تصوير هذه الشرايين التاجيه بالصبغه السينيه. الفكره بنت ازاي؟ بس بنت ازاي؟ انا دلوقتي عندي شريان، هذا الشريان موجود في الفخذ تحت اهو، اسمه فيمورال ارتري، شريان الفخذي. علشان اوصل ل الشريان التاجي في القلب، فانا بوصل ازاي؟ بوصل تحت من الشريان الفخذي، بيمشي معايا كده لغايه لما بوصل الى الاورطه، تمام؟ ومن الاورطه بوصل الى الكوروناري ارتريس. يبقى انا بوصل الكوروناري ارتريس دي اللي هي طالعه من السندج اورطه عبر شريان اسمه فيمورال ارتري في منطقه الانجوينال ريجون. الكلام ده كله بيتم ازاي؟ بيكون المريض موجود عندي نايم تحت فلوروسكوبيك كنترول، اللي هي الاشعه السينيه، خلي بالك بالسين ولا بالصاد، الاشعه السينيه. انت قدام منك جهاز اشعه زي بالظبط زي اللابتوب كده، وانت شايف كل حاجه، شايف القسطره وهي ماشيه، لا ماشيه غلط، ماشيه صح، ماشي يمين، ماشي شمال، ده هنا كده بالظبط زي الكمبيوتر كده، اسمها الاشعه السينية. بداخل القسطرة، بتمشي معايا القسطرة حتى المكان انسايد ذا اوبننج اوف ذا كورونري ارتري الى الشريان اللي هو التاجي. لما بنوصل المكان اللي عايزه بحقن الصبغة انجكشن اوف راديو اوبيك كونتراست ماتيريال علشان خاطر تشو ذا اليومن اوف ذا ارتري، التجويف بتاعت الشريان والبرانشات بتاعته، عشان اقدر احدد اني ستينوتيك اريا، اي منطقه ضيقه، عشان خاطر اوصل بالظبط اعرف انا فين بالظبط. من عندي شريان تاج ايمن، شريان تاج ايسر، كل واحد له برانشاته، عاوز احدد بالظبط، فلازم ده كله تحت فلوروسكوبيك اللي هي الاشعه السينيه. اكثر شرايين بتتاثر بالترتيب الانتيرور انتر فنتريكولار ارتري، احد برانشات ليفت كوروناري ارتري، اي في ان انتر فنتريكولار. هذا الارتري له اسم مشهور جدا اسمه لادا، لادا ليفت انتيرور ديسندنج ارتري، ليفت انتيرور ديسندنج ارتري، وده اكثر واحد بيتقفل في الشرايين التاجية، وده احد برانشات الليفت كورونا ارتري. يعني رايت كورونا ارتري، ار سي اي رايت كورونا ارتري،
ثم ايه سيركمفلكس برانش من الليفت كوروناري ارتري. احنا قلنا الليفت كوروناري بيدي فرعين، يا اما يدي الانتيريور انتر فنتريكولار يدي السيركمفلكس ارتري. بس انت لو الثلاث شرايين دول هم دول اكتر ثلاث شرايين بتفلم من الشرايين التاجيه، ولا بشخص العمليه دي عبر حاجه اسمها كوروناري انجيوغرافي اللي هو تصوير بالصبغه السينيه. شخصنا الانسداد هنا، احنا قلنا الذبحه بتتعالج بالعلاج بالميديكال، لكن احنا كده شخصنا الانسداد المكان المسدد هناك. هنا ده ما يتعالجش بالعلاج، هنا ما فيش علاج. ليه؟ لان الشريان اتقفل. عشان خاطر تقفل الشريان انا بفتحه. طب كيف افتح الشريان؟ عشان افتح الشريان اول حاجه بنعمل حاجه اسمها كوروناري انجيوبلاستي دعامه للقلب. الناس تركز معانا بقى لو سمحتوا. ادي حبيبي الشريان المقفول، او حصلت جلطه، حصل ترسيب في الدهون، المهم ادي الشريان ايه؟ اتقفل. تعالى كده بقى نشوف الخطوات. اول خطوه احنا بنخش بالكوروناري انجيو بلاستي. هذا الجزء اللي هي الدعامه دي عباره عن بالونه. ادي البالونه اهي، ادي البالونه خلاص. لكن البالونه دي زي ما انت شايف في فرق بين دي وبين دي، بالونها كده مقفوله موجوده على قسطره. ادي القسطره. طب ايه لازمه القسطره؟ ما القسطره دي هو الجايد، هو المرشد اللي هيرشدني الى المكان المقفول. همشي بالقسطره زي ما قلنا بالكده تحت الاشعه السينيه، تحت الاشعه السينيه. هنا بنركب انجيوبلاستي، وده كده عباره عن قسطره زي ما قلنا. القسطره دي معاها سمول، خلي بالك من الكلمه دي، انفليتابل بالون، بالونه غير منفوخه، بالونه غير منفوخه. بنوصل بالقسطره، بنوصل القسطرة إلى obstructed coronary artery. القسطرة مرة تانية عليها بالونة غير منفوخة. للبالونة لو منفوخة يا جماعة من الأصل مش هتمشي في الشرايين، مش هتمشي عبر الشرايين. inflatable بالون يعني بالونة غير منفوخة. بنوصل للمكان المسدود، هذا المكان المسدود. أول ما بنوصل للمكان المسدود بنقف، بننفخ البالونه اهي، نفخنا البالونه against the vessel wall. لاحظ الفرق بين الاثنين هنا كده، دي البالونه هي كده غير منفوخه، هنا البالونه منفوخه. لما اتنفخت البالونه عملت ايه؟ وسعت الشريان المقفول. ون اكثر ريتشز ذا obstruction. اول ما نوصل مكان المسدود البالون از ايه؟ انفليتد، بنفخه. لما بتنفخ هذا الجزء المنفوخ هنا كده بتنفخ against the vessels wall. خلاص كده اللي هو عباره عن اثيروسكلوروتيك بلاك او بليك. اثيروسكلوروتيك بليك يعني المنطقه اللي هو فيها اتكونت الجلطه او ترسبت فيها الانسداد في الشريان التاجي. بعد ما نفخت البالونه، لاحظ هنا كده اهو نفخت البالونه ماشي. البالون ده عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه حديديه، شبكه حديديه. بروح انا اعمل ايه بقى هنا كده حوالين البالونه دي؟ حول البالونه شبكه حديديه. يبقى دي كده البالونه اهي، حولها، ركز كده معايا، شبكه حديديه. هنيجي احنا على البالونه دي هنهوي الهواء الموجود في البالونه، هنشيل الهواء الموجود في البالونه اهي خلاص كده، ونسحب القسطره. لما اسحب القسطره ايه اللي يتبقى؟ الشبكه الحديديه. ايه اللي يتبقى هنا؟ الشبكه الحديديه. اذا كل الهدف من الموضوع ده كليته ان انا اوصل الشبكه الحديديه الى المكان المسد او اللي هو المقفول في الكورونر ارتري. بس عشان خاطر اوصل هذه الشبكه الحديديه فانا محتاج حاجتين. واحد، محتاج قسطره توصلني للمكان. اتنين، محتاج بالونه تتنفخ علشان تنفخ الشبكه الحديديه. ما دي كده الشبكه الحديديه. بص هنا كده الشبكه الحديديه، بص اهي. طب ما الشبكه الحديديه كده هنا كده مش منفوخه. اول ما تنفخ البالونه بتنفخ الشبكه الحديديه، تقوم توسع جدار الشريان التاجي علشان خاطر نسحب القسطره اهي.
بالبالونة، وبنسيب مين؟ بنسيب الشبكة الحديدية، بنسيب الشبكة الحديدية. ودي فكرة الدعامة، فكرة القسطرة، فكرة الدعامة أو فكرة القسطرة، إن أنا بسلك المكان اللي هو حصل فيه كلوجر، انسداد في الشريان التالي. في نوع تاني بقى العملية أخطر، عملت أنا العملية دي وعملت أنا تسليك لهذا الجزء المنغلق في الشريان التاجي، ومع ذلك الدنيا لم تنجح. نعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها جرافت. نعمل حاجة اسمها جرافت. يعني إيه جرافت؟ عملية استبدال الشريان التاجي. بشيل بقى خلاص الحتة دي قطعة من الشريان التاجي، أنا أشيلها وأعملها جرافت. كلمة جرافت بالعربي معناها رقعة. رقعة يعني شلت حتة شريان تاجي وحطيت مكانه حاجة تانية. ليه؟ لأن أنت لما عملت البالونة يا جماعة ونفخنا البالونة وسيبنا الشبكة الحديدية، الشبكة الحديدية كده مع الوقت انتهت أو ما قدرتش تسلك هذا الجزء. فبنعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها باي باس جرافت. باي باس جرافت. أنا في الباي باس جرافت أنا كده أكثر ثلاث حاجات بستخدمهم بالترتيب. internal thoracic artery، radial artery، saphenous veins. radial artery، radial saphenous vein، خلاص نبدأ بيه كده. ده موجود فين؟ في الرجل من تحت. radial artery خلاص كده اللي هو موجود عندي في الابر لم لابس على الضغط، اه ادي radial artery. تعال هنا كده بقى الاكثر واحد بيستخدم internal thoracic او الانترنال ميموري ارتري. ليه بقى؟ اول حاجه الانترنال ثوراسيك والانترنال ميموري جنب القلب، جنب القلب. اذا انا مش هضطر غير ريد الارتي، غير ريد الارتي بضطر اقطع حته من ريد الارتي او بشيل السفرس وبرجع خياطه في مكانها. لا ده هنا كده الانترنال ثوراسيك على طول جنب الارتي. احنا عارفين طبعا الانترنال ثوراسيك ده طالع من الفيرست بارت من الصب كليفيان ارتري. فبعمل ايه؟ بسيبه زي ما هو طالع من الفيرست بارت من صب كليفيان ارتري، ده الاورجن بتاعته، ده الاورجن بتاعته. وبجيب الارتي بقى بسلكه من القفص الصدري، وباخد الارتي، باخد الارتي وبجيب الارتي بخيطه فين؟ في الكوروناري ارتي. بس ركز الحته دي، بخيطه في الكوروناري ارتي بعد المكان المنغلق، بعد المكان المقفول بخيطه في الكوروناري ارتي. بجيب الانترنال ثوراسيك ارتي اهو، وده الموست كومن باي باس جرافت. الارتي از ليفت انتكت ات اتس اورجن، بتسيب الاورجن بتاعته، ولكن النهايه بتاعته اللي هو لبظه الدنيا الجزء الناحيه الثاني يعني، بخيطه فين؟ في الكورونا ارتي بلو سايت اوف ذا بلوكج، مكان الانسداد. بعد كده ندي الارتي بالترتيب، ثم لو ما ده لم يفلح ورد المناجين ما نجحش، بنستخدم بعد منه صافي نص فين، صافي نص فين، واللي هو الوريد الصفني اللي هو الموجود في الرجل من تحت. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين، لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.